أنه أصلا ميسي لو جاء ربما الهلال حقق نفس الإنجازات اللي حققها الآن وأكثر. لكن سؤالي اللي خوفني إنه بنتعاقد معه مو بسنة واحدة، هل حيكون مستوى ميسي السنة الجاية نفس الشيء؟ هل مستوى ميسي اللي بعده نفس الشيء؟ لأن هنتكلم على 37 38، مو بضروري يكون بنفس الشيء. أنا أعتقد الآن أنت لو سألت الهلاليين مثلا كانت يعني مين أسعد الآن؟ النصر تعاقد مع رونالدو وانبسطوا بالمرة، في اللحظة هذه مين أسعد، جمهور الهلال ولا جمهور النصر؟ الهلال أكيد. يوم تعاقد مع رونالدو من كان أسعد؟ بس العبرة بالفوز في الملعب والبطولات على الأقل بالنسبة لي في الهلال. أنا بالنسبة لي في الهلال يعني أي يوم تخيرني بين تعاقد مثلا مع ميسي ولا ناخذ بطولة الدوري وكاس آسيا والدوري وكاس الملك، أباخذ البطولات.